سلام سعاد، كيف بقيتي؟ شوفي نصي داركم، قولي حتى للثورية قال لك إلا دخلت لقات عليكم شي جمعيات يقولوا لكم بأنهم صحاب يعني من وزارة الصحة، وأنهم جايين باش يعبروا يشوفوا الناس اللي عندهم السكر، باغيين يديروا إحصاء في المغرب على الناس اللي عندهم السكر، ما تخليهمش يدخلوا، ما تعطيهمش يهبروا الدم. هادو راه شي دوك المجموعات تيبغاو يدخلوا قال لك هكاك، وتيبداو انجيكتيو الفيروس نتاع السيدة في عباد الله. دابا انا عاد عيطت لي صاحبتي من الرباط، خدامين عند شي طبيب، وهو قالها لهم عاد دابا جاهم ميساج هما الدكاتره بيناتهم، المهم راه قالها لها وقالتها لي ثاني. دابا كنت انا نقول كاع الناس صافي، المهم وصلوا داركم دقوا عليهم قالوا حنا ماشي جمعيه غناخذ لكم الدم نعبروا السكر، ما يدخلوهم ما يهضروا معاهم حتى شي حاجه.